وباختصار بنكيري بنك محمود رافدوا فايدك تعدل منه كل شيء، تحول منه الفضة وتستقبل عليه وتخلص منه فكاتيرك وتشري منه وتخلص جميع مشترياتك وتعدل منه اللوحة لأصحابك وتشري منه كريدي لتليفونك ومسلكك من رفود الفضة بكل سهولة وسرعة وأمان. بنكيلي بنكي فيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على مبعث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحرقة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الموقع المبارك موقع تواتر عندنا حلقة من أعظم الحلقات وهي حلقة الصدق. أحوج ما نحتاجه اليوم ويوم الدين الصدق. فلنسألن الصادقين عن صدقهم كما قال الله تعالى. نعم، والصدق طبعا هو موافقة القول للواقع، معناها نقول السماء فوق الأرض، هذا أمر واقع، وعكسه الكذب، الكذب هو مخالفة القول للواقع. والصدق فضيلة، خلق من أعظم الخلق، ولذلك كانت أعظم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق، حتى إن كفار مكة شهدوا له بذلك عند هرقل في حديث البخاري. يسأل أبا سفيان وهو في ذلك الوقت كافر: هل جرتم عليه كذبا قط قبل أن يقول هذا القول؟ قال: لا، ما جربنا عليه كذبا قط، والحق ما جاءت به العداوة. في ذلك الوقت عدو لله ولرسوله. قال: إن كنت ما قلت حق، طبعا بعد أسئلة أخرى، فسيملك موضع قدمي هاتين، لأنك قلت بأنكم ما جربتم عليه كذبا قط. إذا لم يكذب عليكم كيف يتجرأ على الكذب على الله عز وجل؟ الله أكبر. ولذلك كانت قريش تقول بأن محمد صلى الله عليه وسلم يكنونه الصادق الأمين. ولذلك الله عز وجل يقول: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومحمد صلى الله عليه وسلم يأمرني ويأمرك ويأمر الأمة كلها فيقول: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق. الله أكبر. يا عبد الله، الصديقية هي الدرجة التي تلي النبوة، فإذا كنت صادقا فستنال درجة الصديقين. الصديقين هم الذين يلون النبيين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لكن مع ذلك الصدق ثلاثة أقسام: الصدق مع الله وهو أعظمها. اصدق الله يصدقك. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبايعه، فبايعه على الإسلام، ثم ذهب إلى الغزو، فجاءت الغنائم، فناداه وأعطاه نصيبه من الغنيمة. قال: لا، أنا لا أريد هذا، أنا بايعتك على أن تدخل من هنا وتخرج من هنا، أي على أن تدخل الرمية، أي السهم يدخل من هنا ويخرج من هناك، ولا أريد شيئا من أمور الدنيا. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت في غزوة أخرى دخل المعترك، معترك الجهاد، فاستشهد، فدخلت حربة في صدره في قلبه وخرجت من ظهره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقد صدق الله فصدقه الله. الله أكبر.
المهم يا عبد الله ليس أن يبتدئ أن يمدحك الناس أو أن يثنون عليك، الناس ليسوا هم الذين سيحاسبونك يوم القيامة، المهم أن يرضى الله عنك، المهم أن تكون من الصادقين مع الله، فتصدق وأنت في خلوتك أي وحدك كما تصدق وأنت مع الناس. هذا هو معنى الصدق، أن تخاف من الله فلا تعصيه في خلوتك، فذنوب الخلوات مهلكات كما أن طاعة الخلوات منجيات. الصدق ثانيا، رقم اثنين الصدق مع الناس، وهذا درجة عظيمة، هذا أعظم كنوز الدنيا كما أنه أعظم كنوز الآخرة، هو أعظم كنوز الدنيا. ولذلك المثل التجاري يقول الوفي شريك في المال، الله أكبر، إذا رضي عنك التجار وشهدوا لك بأنك وفي وأنك صادق وأن لك عهد أعطوك أموالهم وجعلوك فوق رؤوسهم، وهذه أعظم رأس من رؤوس الأموال أن تكون صادقا في الدنيا وكذلك في الآخرة. ثالثا وأخيرا الصدق مع النفس، اصدق نفسك فلا توبقها، اصدق نفسك فلا تغرها. ولذلك بعض الناس لا يصدق مع نفسه فيوبقها، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل الناس يغدو فبايع نفسه، لكن هذا البيع قسمان، فمعتقها أو موبقها، معتقها من النار بأعمال الطاعة أو موبقها في النار بأعمال المعصية، فلا بد أن نكون مع الصادقين. ولذلك الله عز وجل جعل هذا الصدق صفة من صفات العقلاء الذين يفكرون في هذا الكون وينظرون إلى سمائه وأرضه ثم يذكرون الله. والذاكر صادق، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض إخواني لا يضيع الله عمل عامل، عامل صادق مخلص لا يضيع الله عمله، فلا بد من الإخلاص، لا بد من الصدق. الصدق قول الحق الموافق للحقيقة، قل الحق ولو على نفسك، خف الله في الناس ولا تخف الناس في الله. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين وأن يحشرنا وإياكم مع الصادقين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.